مكرونه بالكبده خفيفه وبسيطه، ممكن تتقدم كده في كاسات لو هي على الفطار هتتبسطوا بيها قوي. خلاص طيب، عندنا مكرونه عقل كده متوسطه الحجم يعني، ولا صغيره قوي ولا الكبيره، عصير طماطم وبابريكا وكمون وكزبره ناشفه، كمان بصل ابيض وفصوص من الثوم، عصير ليمون، ليمون كمان، كمان عندنا صلصه، فلفل حامي، شطه، خل، فلفل، وممكن كمان نزود جرجير. خلاص الوصفه دي بتاعت الكبده والمكرونه بتخليها طعمها حلو قوي. هنا هنتبل حاجات للكبده قبل ما نحطها على طول تتشوح على النار، والكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوى، بالكتير 3 4 دقايق على طاسه سخنه قوي تكون الكبده استوت. خلاص طيب هجيب الكبده كده، طبعا الكبده انا من الناس اللي ما بغسلش الكبده، طب اللي عايز هيحط عليها شويه لبن بس وبعد كده ايه يصفيها من اللبن. هنحط الكمون مع الكزبرة مع البابريكا مع حبة الشطة، عصير الليمون، كل ده مع ايه؟ ملح، فلفل اسود. خلاص كده ايه الكبدة اتبلت كويس قوي. نقلب، احط لها بقى زيت، كل ده في الكبده وبيطريها قوي الزيت، وكل ده انا بسخن الووك. وهجيب الثوم وابتدي ان انا ايه افرمه فرم خشن او نقطعه شرايح يعني كده. ريحة الثوم خطيرة، احط هنا كده ماشي، يلا بينا كده الووك سخنت كويس قوي. هحط بس معلقة زيت مع التوم ده عشان عايزة بس نكهة التوم ده تطلع. بس من غير ما اقلبها بقى كتير عشان ما تتهريش، ومعليه النار على الاخر عشان تستوي بسرعة. بعد كده ايه هقلبها تقلبتين اول ما اللون بتاعها يتغير. فلفل، بصوا فلفل حامي على بارد عشان ما تبقاش مشطشطه قوي اهي. بصوا ابتدت لونها يتغير ازاي. هقلبها بالظبط اهي تقلبتين بس. الريحة بقى ابتدت تظهر، وهي بتستوي هحط لها ليمون تاني. عشان يبقى فيها مزازة كده حلوة. طيب المكرونة هنا محتاجين ايه؟ هفرم التوم وهنحط كمان البصل وهفرم شوية فلفل، ده للمكرونة. خلاص المكرونة دي تتقدم معاها، ممكن هنا نستخدم سمنة بلدي على فكرة بتبقى حلوة قوي برضو، يعني لو في سمنة بلدي استخدموا سمنة بلدي. ابتدي اقطع الفلفل ده، يلا كبده كده استوت احطها هنا. طبعا دي كمان ممكن تنفع سندوتشات بتبقى لطيفه قوي. هنحط زيت، الزيت عادي، هحط بقى
البصله، ممكن احط الفلفل والثوم الاول يدي نكهه كده للزيت وبعدين احط البصل. هحط معاه بابريكا، كزبرة، كمون، فلفل اسود وملح. بصوا اصلا لون الزيت بقى عامل ازاي، البابريكا بتدي لون حلو قوي للزيت وبتديله طعم حلو قوي. حبة شطة صغننين، البصل، انا عملته في نفس الوك عشان يبقى فيه كده نكهه الكبده موجوده جوه. بس هسيبها بقى تدبل شويه قبل ما احط لها ايه الخل، وبعد كده عصير الطماطم. هسيبها تتسبك احط ايه الصلصه، خل، الخل الاول قبل الصلصه او عصير الطماطم بيدي للبصل نكهه حلو قوي. عصير الطماطم نقلب كويس قوي. بصوا الصلصه تجنن بجد، هحط بس عليها صلصه طماطم قبل ما اخد منها شويه، عايز اخد منها شويه. بصوا كده، الله، الصلصه بقى بتديها لون حلو وبتزود كده ايه طعم المزازه بتاعت الطماطم. طيب هحط كده شويه تغلي، بتغلي، يلا الريحه مش طبيعيه، تحفه بجد. اهو هحط هنا شويه على جنب، بس عايزاهم في حاجه تانية. هجيب المكرونه، وانا قصدي تبقى الصلصة اكتر من المكرونة، واسيبها ايه بقى تكمل سواها جوه. انا مسلقاها تلات ارباع سوا. خلاص هسيبها بقى كده ايه لحد ما تغلي وتقعد ايه تبقبق كده، وخلي دي على جنب. طيب عقبال ما المكرونة بقى ايه كده تستوي هسيبها دقيقتين ثلاثة. طيب كده المكرونة خلصت، هنحطها هنا كده، وهجيب بس الكبدة اسخنها كله في نفس الوقت عشان ايه ما نعملش مواعين كتير. عقبال مغرف ايه المكرونة هتكون الكبدة سخنت. انا جايبة كده بما اني بعمل منيو فطار، فجايبة كاسات احط فيها الايه المكرونه. شايفين اصلا لونها حلو قوي، كل واحد ياخد الكاسه بتاعته كده. بصوا بصوا الصوص عامل ازاي، شايفين الصوص مغري جدا. ابتدي احط الكبده، فاضل هجيب الصوص بتاعي ده الحلو ده احط كده.